السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هعرفك ازاي تعرف باسورد اي شبكة واي فاي على التليفون وفي اقل من دقيقة. تابع كده مع الفيديو لكن بعد الفاصل. اول حاجة انت بتروح عندك على شبكة الواي فاي، بتنزل تحت كده شوية وبتقول له هنا تفاصيل وبتفتح الواي فاي عادي جدا. بعد كده بتضغط عندك على علامة الاعدادات اللي انت شايفها قدامك فوق دي. بعد كده بتروح عندك على رمز الكيو ار كود اللي موجود تحت، وبعد كده بتكتب الباسورد الخاص بالتليفون بتاعك انت، ومن هنا بتضغط عندك على كلمة حفظ الصورة اللي موجودة تحت في الفيديو، ويتم حفظ الصورة في الاستوديو عندك في التليفون. بعد كده بتروح عندك على جوجل كروم، وبعد كده بتروح تضغط على العلامة الكاميرا اللي موجودة فوق دي، ومن هنا بتروح بيحولك على الجاليري او بيحولك على الاستوديو عندك. بترفع الصورة زي ما انت شايف كده، رفعت الصورة ومن هنا على طول بيقوم رايح عامل اسكان للكيو ار كود ده، وعلى طول بيظهر نوع الشبكة واسم الشبكة وكلمة المرور عندك في التليفون بتاعك. احنا عرفنا شرح بسيط جدا ازاي تقدر تحصل على اي باسورد شبكة واي فاي على التليفون معاك انت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب القناة، واشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.